السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المشاهدين وجميع المتابعين ديال القناه. متابعين القدام ديال القناه، رداكم هذه ما نحتاجش نقول لكم، راكم عارفين شنو كاين. اول مره نشوف الفيديو ولا اول مره تعملوا لاشين ديالي، ابرك على واحد جيم ودير اشتراك في القناه وما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا. والقناه كما كتعرفوا خاصها بتجزات، ومره مره قليل شي بلوغات بحال هكا ولا شي خرجات بحال هكا. ومرحبا بكم في لاشين. كما كتشوفوا انا عاد جيت عاد فقت، الجو راه بارد هذا الصباح، هذا شي الجو كي داير راه البارد، ما بغيت نلبس طابليه وما قديتش نلبسها بلا جاكيط. شي راه واحد الجو كي داير راه السم ديال البرد. الحمد لله على كل شيء. اول حاجه نخرجوا الفريغو باش نبرزونطيو لعباد الله باش نشوف شنو كاين. شوف الساعه كيدايره كما عودنا لكم الجديد. يا طيب الكروشي لا انا راسيت الرجل مازال خاوية برد. هذه المسكرة ناعسة نحيدو هذا الرومستيك هذا. نحيدو هذا الرومستيك هذا نحطو تاهو في الكرينة. بسم الله الرومستيك اللي كيحيدو والرجيلة تيحطها على الكونطوار وكذا تيحيدو معلق بحال بحال. المهم انك تحيد الرومستيك هذا هو المهم. تحيدها ناعسة ارتاحيتي، تحيدها ناعسة حيدها، ارتاحيتي تحيدها معلقة تحيدها. المهم تقطع تجي بحال هكا، هذا هو ليسونسيال.
واحد المتتبع ديال القناه واحد الدريري واحد الشاب قال لي ويعرف الطريقه ديال الحاجب اللي كنديروا الحيده. اجي اخويا نوريك الطريقه كدير تحيد الحاجب. ماشي مشكل مرحبا بك. تيقول لك مع الا علمت شي واحد راه صدقه جاريه. بدا عبد الرحيم قرب لي نوريه. زيد قرب لي هنا. مثلا كاين واحد الشحيمه هنايا، كاين واحد الشحيمه هنايا، هاد الشحيمه هادي كنجي فوق منها شي شويه، فوق منها شي شويه الشيا، فوق ديك الشحيمه فوق منها شي شويه. ها الشيا الطريقه فوق من ديك الشحيمه شي شويه، تنجي تنقطع بحال هكا. إذا عبد الرحيم قرب شي شويه، ديال هكا تما، صافي تصور تالي يبان لك شنو كاين. اجي عندي لهنايا، فاش كتهبط اخويا لهنايا كان واحد العظيم هنايا. هاد العظيم فتيه عرفتي تفوتو مزيان، ما ضربتلك الجنويه فيه ما دهشر ما والو، لقيتي الجنويه ضربتلك فيه شنو دير؟ لقيتي الجنويه ضربتلك فيه تراسي عليه، زيد تهبط بحال هكا تراسي عليه ياك، وتخليه وتمشي تهبط شي شويه. هاد انا تنقولك في حياتي لقيتي العظيم، كتمشي تهبط شي شويه لهنا وكدير له ها. انا راه فتو عرفتي، راه جيت لاصق معاه حيت عارف فين كاين. المهم تيلا ضربتي فيها ما تخلاش ورا ضيعتها ولا صافي وقفات لي الجنويه، غتكملوا بالمشهر راه غير عظيم صغير ورا جوج ضربات كيتحيد. فهمتيني راه كيكون هنايا في هاد البلا هاد العظم هذا ها هو بيض. ها انا راه كنجي مع نيشان هاو هاو هاد العظم هذا. الا مشيتي قصتي راه غير عظيم صغير، غير كتبقى تشوف بالمشهر جوج ضربات كيتحيد. ما تخاف ما هو هادشي راه ساهل، شويه الزعامه وصافي ولا تكنيك. انا خويا مرضاني شوف عبد الرحمن شي مشيتي فهاد التقطيعة راه كتجي في نفس النيشان. ها نفس مشيتي فهاد التقطيعة راه كتجي في نفس النيشان. شحال من واحد دابا تيشوفوني فلاشين تيقول هذا راه عاد قال بسم الله ولا خويا انا راه خدير خاش مني مازال جون. شحال تقريبا محمد ديال الحرفة عندك؟ شحال تنقول له راه لك شحال وراه تحاول هذا راه مازال غير شي واحد خوتي. شتي في الحرفة في الحرفة في الخدمة في البداية ديال الخدمة ديالي دابا راه طالعة في 20 عام. تبارك الله. شوف هاد تقول هذا شحال في عمره. سهلتي أنا يا أخي من المواليد 84 باش شكون اللي يكون في علمي. والواليد راه كزاف، فاش حليت عيني راه حليت على تا كزات. حليتي على المواس. على تا كزات وعلى الحمية وشحال ما شتي تقول لك مازال صغيرة هذاك. راه خويا راه 20 عام ديال ليكسبيريونس راه ما سهلاش، وحليت عيني في تا كزات. انا باش عارف كاع اللي تعينا راه الواليد راه كزار خدام تكزار تيبيعو شركه وشي تسوق لدابا تيتسوق ولي تسوق ليا ولي تسوق ليا وانا خلاص تنبقى بالحانوت هادي. الا بغيتي هاد العظيم هذا ما يضيعلكش كتجر مع واحد شويه ديال الحمام واللور هانت باش هاد العظيم هذا ما يضيعلكش كتضربو وتضرب عليك شويه ديال اللحم. جوج وليدات اخيري الله يرزق اي واحد ان شاء الله باغي الدنيا الصالحه. خويا هادي هي الطريقه ديال الحاجه كيف كنحيدها. الا ما فهمتيش شي حاجه ولا ما فهمتش شي حاجه بغا نوريها له يهضر معايا اتصل بيا راه نقول له بلي كاين واش تاخذ شي حاجه الحمد لله. واش داك النوع اللي ما بالعكس اجر اصاحبي انا عندي اجر صدقه جاريه. عبد الرحيم نوري لك السيد نوري كي يدير يقطع الحاجب. ها نتايا ساهل اخويا داكشي هي صراحه ما ساهلش راه فاش بدينا حنا راه كلشي كيبان لنا صعيب. دابا راه سالي حيت كيتقطع هاك شتي معايا وحيده وحيده. هاد العظم هاد الهبره اللي قلت لك حيده كضرب مع هاد العظيم هذا طالعه في 20 عام ديال الحرف. حنايا غير تاكزات وهادي المحل الثالث اللي كنخدم فيه هو هذا. المحل الثالث في المغرب. هذا المحل الثالث في المغرب اللي كنخدم فيه. في ليبيا خدمت في جوج محلات، خدمت في واحد مارشي كبير
سميتو صالة خانة الدرهوبي نقول لكم لهنايا، وخدمت عاوتاني في مجزرة الشرارة. الشرارة يعني اخويا راه السيفي عاور شي شويه. ومرحبا بخوتنا مازال تكبر على حد متواضعين مع كلشي، اللي بغى شي حاجه نوريوها له ما كاينش المشكل. خويا كيما وريتك كيفاش تقطع الحاجبه الطريف في الاولاد الكبيرات، ها انت فاش توصل لهاد البلاصه هادي كضرب هاد العظيم هذا ما كطيهوش، كتجرى مع شويه ديال الهضيره. يعني ما تنبغيش نفصل تيلا بقى المورسو كبير، غادي نزيد لك في راسي تيلا بقى المورسو كبير. خويا راه البيع والشراء هو هذا، كتبريزونتي وجزاك الله تيلا بقى شي حاجه خديتيها كيما بحال تعاود كيبقى الفنيه وكيبقى قريب كتافي ودرت شي فروفا، جا شي واحد يزيدو نقطعو له، حنا شنو نديرو هنايا؟ هاد الصدر اخويا انا راه هاد الصدر تنسوسو عليها كفته، وكيطلبو لي الناس واحد القضية، تيقولك هذاك تفصلو راه تيدار غير كفته ولا راه تيدار غير كسكسو، قسما بالله إلا تيجي كفته في الطاجين إلا تيجي حلو تيجي شي حاجة زوينة كاع. وكاين الناس الا ما كاينش هذا، عندي الناس الا ما كاينش هذا كيدير له 3 كيلو 4 كيلو الا ما كاينش هذا والله لا دال. عندي كليان يديوها يديروا في المرقه ولا يديروا في الكسكسو، اللي كيهمهم هما هما تيكون اللحم فتي تيكون رطب، هذا هو ليسونسيال. واحد الطريفه واحد الصاله كيتي في السلوطول هكا، غادي نكون في الصاله انا نحيدو على حساب الباس ديالي هكا هكا. كاين اللي كيقطعو هكا، كتقطع الصدر طويل، ممكن تجبد هاد الدليعات بوحدة وتخلي لك السماية، هانتوما شنو نقولكم راه الدليعات ديالو، وداك الشيء رطب بدا، السمطة هانتوما، تبارك الله الخيرات ديال الله كبيرة. مرحبا بكم في المجزرة، راه كاينة في المنصور، في حي المنصور، في مكناس، الروكو الكبير ديال الطاكسيات كتهبط لتحت، راه كتلقى باش حمار على اليسار ديالكم. فيه مجزرة تولب بحال الفرماسيون السبعي وكدور فرما كتلقى مجزرة تولب مكتوب باش حمر، راه موجود في مكناس حي المنصور. بحال واحد دابا جاو شي ناس قالوا لي نتايا راه تبغون نجيو عندك ما عرفناش فين البلاصة بالضبط، هذا هو المحل ديال البلاصة ديالي بالضبط. والمحل كما قلت لكم في الفيديو اللي داز، هذا هو المحل الأول في المنصور، أقدم محل في المنصور هو الأول. ملي كانوا الدراري أنا مكنتش خلاص نخدم هنايا، كنت محل آخر، كانوا الدراري تيخدموا مع الوالد هنايا. الحمد لله كلشي. انا عاوتاني ما شفتش تخدم، راه كاينه خدمه تاع بزاف ديال شي معلم، راه تخدم تخدم فين ما مشيتي راه تخدم، ولكن اخويا هو الاولويه للوالدين وفضل قبل المحل ديالنا، وما جابوش شي واحد يتكرس لنا على المحل، صعيب باش تلقى شي واحد كونفيونس، شي واحد يتهلا في المحل كيما نتايا كيما نفسك. خوتي حنا قطعنا شويه ديال اللحم، انا بها الرجيله كي دايره، ها القصره كي قطعتوها هو، مرحبا بجميع المشاهدين، واللي كيسول على شي حاجه وكنت عارفها راه ما نبخلش عليه، راه ضروري غنجاوبو، نقلب شي فيديو نجاوبو سبلو، وفي نفس الوقت نقلو تا كي وصلت لذاك المورسو كنت غنفصلو راه غادي نوريه كيفاش غيدير يقطعلو. فاش يدير قطرة داك المرصو راه كان دخلت على شي واحد، اللهم لك الحمد هاد الشيء اخويا علاش تربينا بنادم هاكا المعلومة كتشاركها مع كلشي ما كتخسرش بها نفسك، حيت راه تا واحد باش ديك الحرفة كتستمر، الضرب عدا بنادم تيموت، إلا ما كانش يوري الحرفة ديالو ما كانش الحرفة كتورى راه تنقاضي، وهادشي اللي كاين.